اهلا هيل عد السيل، اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم المجله السعوديه. ونبدا كالعاده مع الدكتور خالد والتامل الاسبوعي. حياكم الله. فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ عمل الرسول 7:27. واضح وضوح الشمس من هذه الآية، وهي توافق تماما الآية في سفر الخروج 2:14 من العهد القديم، أن الظالم هو اللي يرفض وصاية القاضي العادل. ليش؟ لأنه يبغى أن يستمر بالظلم بدون حسيب أو رقيب. علشان كده قال هذا الظالم لرجل الله موسى: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ لكن في الجهة الأخرى تلاقي الرب يسوع المسيح تبارك اسمه يرفض أن يكون قاضيا. اسمع هذه الآية: وقال له واحدا من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ هذه الآية في لوقا 12:13-14. إيش تفهم من هذا الكلام؟ إيش تفهم من هذه الآية؟ واضح أن رفض الشعب لوصاية موسى رجل الله خلت الرب يرفض أن يكون وصيا للشعب لما يطلبوه. بالنسبة لي أفهم من هذا أن لا أرفض أي أمر يأتيني من الله، وأن أقبل كل شيء من الله حتى ولو لم يكن مفهوم الآن. هذا هو الإيمان. أنت إيش تفهم من هذا التأمل؟ اليوم هو وقت المناسب علشان تقول لله سمعا وطاعة. فهل أنت جاهز؟ هل أنت مستعد لتقول: ها أنا يا رب أرسلني؟ فبعد ما تحس أن روح الرب يدعوك الآن عشان تبشر إخوتك وأهلك وأصحابك من خلال هذا التأمل، أشجعك أنك تشاركه مع الآخرين وتدخل في نقاش مملوء بروح المحبة علشان تساعد من يضعه الرب في طريقك بالخضوع لإرادة الله، علشان يقدروا وانت معهم ان تحصلوا على بركات وكنوز الله الخفية المعدة لك ولهم، وتفتح هذا الصندوق المليان بالكنوز الروحية وتأخذ اللي تبي من مجوهرات روحية وتتزين بها مثل العروس اللي تتزين لعريسها وتنتظره على أحر من الجمر. بركة الرب يسوع المسيح اليوم تكون مع الجميع. آمين. لا تتأجل، لا تتأجل.
حياتك قبل مماتك، تكسب حياتك قبل مماتك. ارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا تأجل. ارجع بسرعة اليوم، لا تقول برجع بكرة، بكرة ما هو معلوم، من في نظامنا عمره. ارجع بسرعة اليوم، لا تقول برجع بكرة، بكرة ما هو معلوم، من في نظامنا عمره. يكفي ما فاتك تكسب حياتك قبل مماتك، اكسب حياتك قبل مماتك. وارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا تأجل. غالي عقلب الله، لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى. انت ابنه محبوب، غالي عقلب الله، لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى. اختار نجاتك تكسب حياتك قبل مماتك، اكسب حياتك قبل مماتك. وارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا 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 تأجل. لا تأجل لا تأجل لا تأجل التوبة، وارجع لربك عجل أيامك محسوبة. تكسب حياتك قبل مماتك، تكسب حياتك قبل مماتك. ارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا تأجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، نحن الآن مع واجهة القلعة، قلعة المرابطين والمجاهدين، التي تقابل الشارع العام
في منطقة سوسة، هذا الجزء تم تحويله إلى دار للدعارة والعياذ بالله، وأدعوكم لمصاحبتي. يا جماعة يا جماعة، لتفعلون حرام، لتفعلون حرام، ما يجوز، لتفعلون حرام. احنا نذكركم بالله عز وجل، لتفعلون زنا وحرام. الآن تخفون وجوهكم، يوم القيامة ماذا تفعلون؟ يوم القيامة ماذا تفعلون؟ والله نصحهم، اللي يفعلون زنا حرام. الله غفور رحيم، لكن من يستحق؟ اللي تفعلون حرام، ما يجوز زنا. طيب نعم نعم، كيف؟ من الخليج. اي نعم، أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن مشكلة الرياء. خلينا نبدأ بهذه الآيات الكريمة: لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونا أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. هذه الآيات من متى 23 الآيات 13 إلى 15. هذه الآيات بمعنى أنه ويل لكم لأنكم ما تعطون الناس التعليم الصحيح، وتمنعوهم من الحصول عليه بتحريمكم قراءة الإنجيل، وتدورون على الإرهابيين من شتى أصقاع الأرض علشان تضحوا فيهم وتسووهم عيال جهنم. أسألكم بكل أمانة، هذه الآيات وجهها المسيح تبارك اسمه أكثر من 2000 سنة للفريسيون والمراءون والكتبة. أمانة، مش نفس المشكلة نشوفها اليوم؟ ليش الإنسان هو ما يتغير؟ زي ما يقول المثل: يا فرعون من فرعنك، ما لقيتش حد يردني. اليوم هو وقت المناسب علشان نقف وقفة رجل واحد ونقول للشيوخ: كفى، استدعوا للجهاد، ارسل عيالك وروح انت بنفسك علشان تكون قدوة، ولا اسكت للأبد، وبلاش نفاق ورياء وضحك على الشباب الصغار وقتلهم بدون سبب، وانت عارف انه مصيرهم حيكون النار. حرام عليكم، دم شبابنا برقبتكم. تعالوا نصلي من أجل شبابنا، من أجل الرياء يا رب، انه يتشال من نفوسنا ومن بلادنا. يا سيد العظيم، جايك بكل أمانة يا رب بشبابنا اللي كانوا ضحية لمشكلة الرياء والدعوات الباطلة. شيوخ كثير يا رب ضحكوا عليهم وشجعوهم أن يروحوا بحجة الجهاد، بحجة مدري إيش، وبالأخير يسووهم أولاد جهنم. يا سيد العظيم، حاططهم أمانة بين يدك، أنت تتعامل مع كل نفس بشرية يا سيد العظيم، حتى الخطاة خلصهم يا سيد العظيم، حتى الشيوخ نفسهم خلصهم كلهم يا رب. إحنا ما نعاديهم، إحنا نعادي التصرفات والأفكار الشريرة اللي تطلع من القلوب يا سيد العظيم. هذه لو طلعت يا سيد العظيم الأفكار من قلوبهم، أنت أكيد تسكن بروحك روح المحبة، روح السلام. بالمسيح يسوع حاطط كل شعبي أمانة بين يدك. آمين. ليرأف الله علينا وليباركنا وليضيء بوجهه علينا، علشان يعرف فالأرض طريقك وبين جميع الأمم خلاصك. تحمدك الشعوب يا رب، تحمدك الشعوب كلها، تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وتهدي أمم الأرض. تحمدك الشعوب يا الله.
تحمدك الشعوب كلها، أعطت الأرض غلتها الوفيرة. يباركنا عالرب إلهنا فتخافه كل قاصي الأرض. أعزائي المشاهدين، والآن فقرة الاختبارات. وصلنا هذا الاختبار من الأخت تيريزا لبنان، تقول: إني أتابع كل يوم هذا البرنامج، وقد بدأت أقرأ في الإنجيل كما لم أقرأه من قبل. كل كلمة بات لها معنى، كل كلمة أصبحت طريق حياة وأسلوب للحياة مليء بالأمل والإيمان. أنا أؤمن أن لا صدفة في الحياة، وقد أوجد الله محطة الحياة في دربي ليكلمني بطريقته وليجيبني على كثير من الأمور. أرجو أن تبعثوا لي بكتب السيدة جويس ماير. آمين أخت تريزا، احنا نصلي لك، وآمين الرب يتعامل، واللي بدأ معك مشوار يكمل للمنتهى باسم يسوع المسيح. آمين. في الحلقة السابقة تكلمنا عن نظرة الإسلام لبشارة السيد المسيح، وبينا أن السيد المسيح جاء ليخلص العالم ويهب لهم حياة أبدية، مش شاهد على نبوة أحد. أما في حلقة اليوم فبنتكلم عن تشبيه ومقارنة السيد المسيح بآدم. فالآية تقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن معجزة خلق السيد المسيح تشبه عند الله تماماً معجزة خلقه لآدم. وطبعاً هذا التشبيه فقير وناقص جداً وغير كامل، وراح أبين لكم ليش. لكن خلوني أول أسأل: هل كانت معجزة السيد المسيح مختصرة أو مقتصرة فقط على ولادته بدون أب؟ هل هذا هو الشيء الوحيد اللي تميز به السيد المسيح عن غيره؟ وإذا كان القرآن تكلم هنا عن التشبيه في طريقة الخلق بين السيد المسيح وآدم، فكيف مع باقي معجزات السيد المسيح مثل حياته وقداسته وقوته وتعاليمه؟ هل كان آدم يشبه للسيد المسيح فيهم؟ طيب، فيه أحد في الكون كله سوى آدم أو غير آدم يشبه المسيح فيهم؟ هل كان فيه أحد يحيي الموتى؟ أو هل كان فيه أحد يشفي المرضى؟ طيب، هل كان فيه أحد يطهر الأبرص أو يتحكم في الطبيعة ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويطرد الجن وتخدم الملائكة غير السيد المسيح؟ الجواب طبعا لا، لا يوجد ولن يوجد أبداً أحد يشبه السيد المسيح، لا في ولادته ولا حياته ولا قداسته ولا في أي شيء ثاني. لكن الإسلام يركز في كل أموره على ولادته، لأنه يعتقد أنه ممكن يلقى لها مخرج. لكن باقي معجزاته يكتفي بجملة واحدة هي: بإذن الله، ويسكت، لأن صعب جداً عليه يلقى لها مبرر أو يلقى أحد على الأقل يشبه المسيح فيها. فيقول القرآن: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وشبه المسيح بآدم كدليل إثبات أن السيد المسيح ليس إلا إنسان عادي ولد بدون أب،
حاله حال آدم، واختزل كل آيات ومعجزات وحياة السيد المسيح في ولادته بدون أب. بس في تمويه للسامع إن المسيحيين ألهوا السيد المسيح لأنه فقط مولود بدون أب وما فيه أي سبب ثاني، عشان كذا جاء التشبيه بينه وبين آدم. تشبيه مش القصد منه رفع منزلة آدم، لكن القصد منه التقليل من منزلة السيد المسيح. لكن هل كان السيد المسيح فعلا مثل آدم؟ الحقيقة إننا نظلم أبونا آدم جدا إذا حطيناه في مقارنة مع السيد المسيح، وهذا مش تصغير لقدر أبونا آدم، لكن ما في أحد في الخليقة يستحق أن يقارن بشخص السيد المسيح، لا في حياته ولا في تعاليمه ولا في معجزاته ولا محبته ولا في أي شيء ثاني. فالمسيح عظيم وفريد في كل شيء، وإذا كان يوجد تشابه بينه وبين آدم فهو تشابه في طبيعة السيد المسيح الناسوتية، وهنا المسيح يتشابه فيها في طبيعته مع كل الناس ومش بس مع آدم. الفرق بينه وبين آدم كبير وشاسع جدا، مش في بس في طريقة الخلق، ولكن في الحياة والأهداف والقداسة والطبيعة والقدرات وأشياء كثيرة غيرهم. أما بالنسبة للآية اللي تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فنلاحظ فيها إن القرآن تعمد للمرة الأولى عدم ذكر السيد المسيح بلقب المسيح ابن مريم، مثل ما تعود يناديه أو يسميه دائما. فهنا أخفى وجود أم للمسيح، والسبب بكل بساطة عشان يكون استخدام التشبيه بينه وبين آدم المخلوق هم بدون أب ولا أم تشبيه مقبول نوعا ما، وكأنهم الاثنين مثل بعض. وحتى مع ذا المحاولة الذكية ما زال التشبيه بينهم ناقص وغير منطقي إطلاقا. فمعجزة مجيء السيد المسيح لا تقارن بخلق آدم، فهذه ولادة وهذيك خلق، لا كانت معجزة وما كان القصد منها تكون معجزة أصلا. وإذا كانت معجزة فمعجزة حق مين ومين شافها أساسا؟ ما كان فيه أحد موجود عشان يشهد على ذا المعجزة، ما كان فيه حمل أصلا ولا كان فيه ولادة قبل آدم، فكيف يشبه المسيح؟ الله خلق آدم عشان يبدأ نسل يثمر ويتكاثر ويعمر الأرض وتنتشر الخليقة، ويكون هو وزوجته باكورة هذا النسل وبدايته. فما كان قبلهم لا أم ولا أب. وغير كذا الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهل المسيح كان مخلوق من التراب مباشرة مثل آدم، أو مولود ولادة إعجازية من مريم؟ وأعتقد إن كلمة خلقه من تراب تبين بوضوح إن المقصود هنا الخلق مش الولادة. فكلنا نعرف إن المسيح جاب ولادة إعجازية بكل المقاييس، بشروا فيها رجال الله وانتظرها الشعب بفارق الصبر، معجزة حدثت مرة واحدة فقط منذ بدء الخليقة ولن تتكرر حتى انتهاء العالم، مرة واحدة لا غير، استخدام واحد فقط، حدثت بعد أن عمرت الأرض بكل البشر وانتشرت الخليقة في كل المعمورة. فجاءت ولادة السيد المسيح بدون أب لتكسر قانون الكون في أن تلد العذراء طفل بقوة الله وليس من معرفة رجل. وهذه هي المعجزة الحقيقية بكل المقاييس العقلية والمنطقية، وليس خلق آدم. أما الهدف من مجيء السيد المسيح فكان تنفيذ لخطة الله في أن يهب للناس حياة أبدية في المسيح، فهو حمل الله الذي ترفع به خطايا العالم
جاء ليكون لنا نور وحياة ويكون لنا أفضل، جاء لينقذ ما قد هلك. ولذلك قال من الأهمية تكون ولادته علامة وخط فاصل لازم كلنا نتوقف عنده ونفكر فيه. أما آدم فعمره ما كان شبيه للمسيح، لا في الخلق ولا في القصد ولا في القوة ولا في المجد ولا في القداسة ولا في القدرة ولا حتى في الحياة. فنقاط الاختلاف بينهم كثيرة جدا، نقاط الاختلاف بيننا وبين المسيح كثيرة، بيننا كلنا وبين المسيح كثيرة وبعيد جدا، بعد المشرق عن المغرب. وكلنا محتاجين نعمة ومحبة المسيح، وأولنا آدم. وإن كان آدم أدخل الخطيئة للعالم فإن المسيح رفعها منه. وإذا كنا بعدنا عن الله بسبب خطيئة آدم فالمسيح قربنا ورجعنا إليه. وإذا كان فيه تشابه معنوي بينهم فإن آدم بدأ حياه، أو آدم بدأ الحياة القديمة والمسيح بدأ الحياة الجديدة. وإذا كان آدم وغيره من الأنبياء قد رحلوا فإن المسيح موجود وحي إلى اليوم وإلى الأبد. وعشان كذا قبلناه وقبلنا خلاصه وشكرنا نعمته. وأبشركم باب الخلاص لسه مفتوح والزمن ما تم، فأهلا فيك وسهلا لو حاب تتعرف على السيد المسيح وتقبل منه. عط نفسك فرصة تتعرف عليه وتتعلم منه. ولو عندك أي سؤال أو استفسار فمرحبا فيك وفي أسئلتك، قلوبنا مفتوحة لك محبة وتقدير واحترام. وأخيرا أشكركم على المتابعة ولكم مني كل التحية والتقدير، وأشوفكم الأسبوع القادم على خير، بأمان الله.